شهد عام 2022 العديد من الإصدارات الهامة من الكتب والروايات التي حققت نجاحات كبيرة ونال بعضها الجوائز الأدبية المميزة، من أبرزها رواية أطلس الخفاء للكاتبة منصورة عز الدين، وتأخذنا فيها الكاتبة لرحلة داخل عقل البطل. كذلك رواية مكة القاهرة للكاتب طارق إمام، ووصلت إلى القائمة الطويلة، ومن ثم القائمة القصيرة في جائزة البوكر العالمية للرواية العربية في دورتها لعام 2022، وتدور أحداثها في زمن عام 2045. وفي مجال التنمية البشرية قدم لنا الدكتور محمد طه كتابه الخروج عن النص من جديد، ويناقش الكتاب الصعوبات والتحديات التي تواجهها النفس البشرية وضرورة وقوف الإنسان مع نفسه لتحديد اختياراته. وتعد الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني من أكثر الكتاب حظاً هذا العام، حيث صدرت لها رواية الحلواني ثلاثية الفاطميين التي تصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعاً على مدار العام، وهي ثالث الثلاثيات التاريخية للكاتبة بعد ثلاثية المماليك والقطائع، كما أنها حصدت عدداً من الجوائز عن أعمالها السابقة. وخلال عام 2022 صدرت المجموعة القصصية الأولى للروائية نورة ناجي بعنوان مثل الأفلام الساذجة، وصدرت أيضاً رواية جيد بما يكفي للكاتب حاتم حافظ، وتدور أحداث الرواية حول رحلة داخل النفس البشرية. وغير هذه الإصدارات صدرت الكثير والكثير من الكتب والروايات خلال عام 2022.